بزاف منكم كتصيفطوا ليا لي ميساج دنيا بغينا نغلاضو، دنيا وصفه زياده الوزن، دنيا راه ما كنتزادوش في الوزن واخا كنديروا الوصفات. دائما كنقول لكم هذا المشكل كامل راجع لواحد الحاجه اللي هي القولون العصبي او لابومزوي. الوصفه راه ما غتبقاش نهائيا ضرك لا معده لا حتى شي حاجه، وكتعالج لك حتى بومزوي. الوصفه اللي غنقدم لكم اليوم البنات فيها ثلاثه ديال المكونات، مكونات اللي هما رائعين غزالين بزاف للقولون العصبي، جرثومه المعده، بيدات الفنات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله عمركم كامله تكون على خير وفي خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد البنات. هذا الفيديو غادي يكون خاص بزاف ديال البنات كيطلبوا مني وصفات ديال زياده الوزن في انستغرام، وصفات للقولون العصبي. وإلا كنتو باقيين عاقلين شحال هذيك، كنت قلت لكم راه غادي نشارك معكم واحد المرض كنت عانيت منه بهذيك المرحله، والحمد لله تهنيت منه. وراكم عارفين دائما فاش كنكون مثلا شي مشكل وعندكم نفسه ضروري كنبغي نعطيكم المعلومه، ضروري كنبغي انكم حتى نتوما تهناو من هذاك المشكل وانكم تستافدوا من التجربه ديالي. المهم البنات، هذا المرض هو القولون العصبي او لابومزوي. اليوم جبت لكم الحل ديال القولون العصبي اللي ما كيخليكمش نهائيا تغلاضوا، ما كيخليكمش نهائيا تربيو الصحه ديالكم، واخا كتجربوا وصفات اللي هي فيها بزاف ديال السعرات الحراريه ووصفات اللي فيها بزاف ديال الدهون، ولكن ما كتغلاضوش مع ذلك. السبب هنايا هو بومزوي. وكيفاش غادي نعالجوه وباش غادي نعالجوه باش عالجته انا نيت وتهنيت منه في مره واحده، هاد الوصفه اللي غادي نقدمها لكم دابا نيت. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك ديالكم. البنات اللي مازال ما اشتركتش في القناه هبطوا ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. يلا خليكم معايا باش نوري لكم مكونات الوصفه وكذلك النصائح، وكذلك غادي نوريكم الطريقه كيفاش غتستعملوها. الوصفه اللي غنقدم لكم اليوم البنات فيها ثلاثه ديال المكونات، مكونات اللي هما رائعين غزالين بزاف للقولون العصبي، جرثومه المعده. حتى البنات اللي عندهم المعده ديالهم كضرهم، لا نسران ديالهم كيضرهم وتعطيوهم صداع ديال بصح، ضروري خصها تاخذ الدواء عاد باش كتولي مزيانه. هاد الوصفه راه ما غتبقاش نهائيا ضرك لا معده لا حتى شي حاجه، وكتعالج لك حتى بومزوي. اول مكون غادي نحتاجو هو الحبه السوداء البنات. هاد الحبه السوداء من الاحسن انكم تشوفوا شي عطار اللي كيبيعها اوريجينال وتكون يكون ثقه، يعني يعطيكم الحبه السوداء اللي غزاله وتكون عنده جديده، ما تكونش نهائيا فايته في الوقت او مشاو المنافع ديالها وبردات كيف كنقولوا، تكون باقا فيها الفوائد وباقا باقا زعما مزيانه باقا جديده. غادي نحتاجوا منها معلقه. اما بالنسبه للمكون الثاني البنات اللي هو النخاله، دائما كتسولوني النخاله واش رقيقه ولا الغليظه. بالنسبه للنخاله كتاخذوها الى طحنتو الزرع كتاخذو تغربلو هكايا الدقيق زعما القمح وكتاخذو منه هاد النخاله. خلاص يمكن راه كتباع عند العطار وكتباع عند الناس اللي كيبيعوا الزرع، غتاخذوها من عندهم. غنحتاجو منها هنايا غير معلقه وحده كبيره، صراحه غزاله بزاف بزاف والمنافع ديالها رائعه، دقه بطله بالنسبه للمعده. ممكن انكم تاخذوها مع الماء سخون، ممكن انكم تاخذوها مع يوغورت. وبالنسبه للمكون الثالث اللي دائما كنصحكم به، دائما كيدخلوا عندي البنات كيقولوا يا دنيا عندنا القولون العصبي، كنقول لهم ديروا النافع. النافع راه هو اللي يحيد لكم هذاك الالم ديال ديك الساعه، خمسة دقائق ما غيبقى عندكم لا الم لا والو. المهم هو النافع البنات، هذا النافع البلدي غادي تاخذوه غادي تنقيوه مزيان مزيان، ما غاديش تحمروا غير غتنقيوه وصافي. غتاخذوا منه حتى هو معلقه كبيره ونص، هنايا عندنا معلقه كبيره وهنا عندنا معلقه كبيره، ولكن النافع غتاخذوا منه معلقه ونص كبيره. غناخذوا المكونات كاملين بهم وغادي نطحنوهم. غنطحن معكم كونتيتي ماشي مشكل انا يبقى عندكم، يعني قد ما بقات عندكم كديروا هكا في قريعه ديال الزاج وكتبقاو تستعملوها. انا درت اول حاجه النافع، غندير الحبه السوداء حتى هي، وغادي ندير البنات النخاله. غادي نمشي نطحنهم مزيان مزيان. البنات الا بغيتو مثلا ما كنتوش كتقدوا انكم تاكلوا هذوك الجلوف ديال هاد المكونات، ممكن انكم تصفيهم. انا ما كنصفيهمش نهائيا، كناخذهم هكا كيجيني من الاحسن هكا. غادي نطحنهم ونرجع معكم باش نوريهم لكم وباش نقول لكم كيفاش غتستعملوهم وفوقاش غادي تاخذوهم. بعد ما طحنتو البنات شوفوا هانتوما هاد الكونشيتي هي اللي كتخرج لكم، راه كتقضكم مده ديال 3 ايام حيت كتشربوها غير مره واحده في الصباح. غتشربوها البنات غتاخذوا معلقه قد هكا
معلقه ممسوحه كده هكا، وغادي تاخذوها غتاخذوها على الريخ، يعني ما تكونوش نهائيا واكلين، تكون المعده ديالكم خاويه. غتشربوها اما بالماء بارد اما بالماء سخون. انا صراحه كنستعملها غير بالماء بارد، ممكن انكم تستعملوها بالماء سخون، وكتخليهم مده ديال 15 دقيقه عاد ممكن انكم تفطروا وكلوا شي حاجه اللي هي صحيه، شي حاجه اللي غزاله، بعدوا على الزبده وبعدوا على داكشي ديال الجبن والدهون بزاف على الصباح، بعدوا عليهم. ممكن انكم تاكلوهم في العشيه، في الغداء، في كسكروط في العشاء، ولكن في الصباح حاولوا انكم تاخذوا هاد المكونات. انا غناخذهم معكم نيت دابا. كنتو باقيين عاقلين، كنت شحال هادي حطيت لكم في ستوري وقلتها لكم حتى في فيديو هنا، قلت لكم دوزت واحد الحاجه اللي هي صعيبه، ان شاء الله غادي يكون الوقت وغادي نهضر معكم عليها وغادي ننصحكم، حيت بزاف ديال البنات بحالي وبزاف ديال البنات كيدوزوا من نفس التجربه. وراكم عارفين دنيا دائما ما كندخلش عليكم، اي حاجه عرفتها او اي حاجه ممكن انها تنفعكم ضروري ما كنقولها لكم، ضروري ما كنصحكم، خصوصا ان بزاف ديال البنات عندهم هذا المشكل. المهم البنات، بزاف منكم كتصيفطوا ليا لي ميساج دنيا بغينا نغلاضو، دنيا وصفه زياده الوزن، دنيا راه ما كنتزادوش في الوزن واخا كنديروا الوصفات. دائما كنقول لكم هذا المشكل كامل راجع لواحد الحاجه اللي هي القولون العصبي او لابومزوي. البنات اللي متابعيني شحال هادي كانوا عارفين بلي انا كنت كنعاني منه. هاد المكونات البنات هما اللي نفعوني انا وهما اللي هناوني من بومزوي. عرفتوا راه كتاخذوهم بحال رحمه سي دربي، ما كتبقاوش نهائيا تحسوا بومزوي، واللي كليتوها كتبان عليكم. عطيتكم دابا غير الحل ديال بومزوي، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نقدم لكم وصفه لزياده الوزن اللي غادي تلقاو عليها نتائج اللي هي رائعه. ولكن اول حاجه هي اننا نعالجوا المشكل من الاساس ديالو، ومن بعد عاد ناخذ وصفه ديال زياده الوزن باش تبان علينا. واش فهمتوا؟ يعني ما نكبوش الماء في الرمله. كان بامكاني نعطيكم وصفه ديال زياده الوزن وناجحه وفعاله 100%، ولكن بسبب القولون العصبي ما غاديش تلقاو عليها نتيجه. دونك اول حاجه غادي نعالجوا القولون العصبي، ومن بعد غادي نشوفوا ان شاء الله جاي الخير القدام. كنتمنى تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. انا عارفه المعاناه ديال القولون العصبي وجربتها وحاسه بكم، داكشي باش ما عليكم الا تجربوا الوصفه وردوا عليا في التعاليق وانا معكم حتى تهناو منه في مره واحده. ما تنساوش الفيديو ديالي ديروا لي لايك ديالكم، اللي مازال ما اشتركتش اشترك في القناه الى عجبتكم الوصفه. خليكم على خير، والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو ديال الخير واحد اخر. خليكم على خير.